بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم دائما حصتنا يا جماعة الخير لازم تبلش بالصلاة على النبي فصلوا على النبي وان شاء الله ان شاء الله نشوفكم من الاوائل والناجحين والمتفوقين باذن الله تعالى نهاية العام. آه طبعا إيش اوصيكم صلاتكم ودراستكم وهليكم وهدول الثلاثة ديروا بالكم عليهم فان شاء الله اموركم بتكون ميسرة ودائما نحو النجاح الباهر باذن الله تعالى. طيب هسا انتم بتعرفوا يا جماعة الخير اني انا نظامي بالوحده الاولى لو بدي اشرح كل القواعد رح نزهق لو قضيناها قطع رح نزهق فزي ما تقولوا كنا ناخذنا قاعده قاعدتين بعدين قطعة قاعده قاعدتين بعدين قطعه فاليوم رح ناخذ قاعده وان شاء الله الحصه الجاي رح ناخذ اخر قطعه بالوحده الاولى زي ما كنا حاطين لكم الخطه تاعي شهر تسعة احنا ماشيين بحيث انه اخر الشهر تكونوا خاتمين هاي الوحده بطريقه ممتازه وسفاحه ورائعه لانكم شمالكم رائعين يا جماعه الخير طيب اسم الحصه اليوم اللي فيوتشر tenses أزمنة المستقبل هذا الدرس ديروا بالكم عليه أزمنة المستقبل لأنه كل امتحان وزاري في عليه جملة جملتين ثابتات حرام نضيع علاماتهم بالمرة ولكن كتابكو لما تعامل مع أزمنة المستقبل زي ما تقول حط جزء بالوحدة الأولى وحط جزء بالوحدة الثالثة أكيد إحنا مش رح نستنى للوحدة الثالثة ونشرح الجزء الثاني من المستقبل بس احنا زي ما تقولوا بنشرح الجزء الاول ناخذ قطعة بعدين بنرجع على الجزء الثاني يعني راح ناخذ المستقبل مع بعض بما معناه عشان نقدر نميز بيناته طيب هسه انا مشكلتي بهذا الدرس انه هذا الدرس كثير تكرر عليكم اذا انتم كنتوا متابعين في ماده الاول ثانوي ما كنتوش طالعين شهر عسل او سياح او سياحه وسفر أو اها فممكن تلاقوا هذا الدرس اخذتوه بصف العاشر انجاب سيرته بصف التاسع انجاب سيرته يعني هذا الدرس دائما يتكرر بتفاصيل معينه كجزء انا بدي اشرحه اليوم، فانت كطالب ممكن دارس وظائف كثير، فاليوم حتلاقي الامور خفيفه ولطيفه وراح تنبسط فيها بطريقه كويسه. طيب. اللي صاير بازمنه الفيوتشر، طبعا احنا عارفين احنا كل القواعد دوائر في امتحان الوزاره، ولكن احنا لما نتدرب بنتدرب على النمط الكتابي، بعدين بنحل الدوائر ما في مشكله. اللي صاير انه بالوحده الاولى هم حاطين لنا شيء اسمه السمبل فيوتشر اللي بيسموه المستقبل البسيط، اللي هو موضوع درسنا اليوم، مستقبل شو ماله؟ بسيط بسيط جماعة الخير سيبونا من جماعة سبونج بوب مش سبونج بوب بسيط يعني ما معه آي إن جي ما معه كنتينيوس يعني مش مستمر هذا مستقبل مش مستمر أيوة صرنا كثير حكينا في المضارع وفي الماضي وهي أجي وقتها في المستقبل كويس وبس تكون أو توصل الوحدة الثالثة وأكيد ما راح استناكم ولا نوصل الوحدة الثالثة ونكون نسينا هذا الدرس بس نيجي ندرس هذا الدرس نقعد نذكرك فيه ونذكر هون وكذا وبتصير ما معه راح نجي في الوقت المناسب درس اسمه الفيوتشر بيرفكت اللي هو بسموه المستقبل التام، المستقبل التام والفيوتشر كونتينوس بسموه المستقبل المستمر. بس انت لا تشغل بالك بهذا الحكي ولكن لازم يكون عندك فكره على الموضوع، فخذ لي سكرين شوت عشان تعرف ازمنه المستقبل شو قصتها. هيك المستقبل مقسم في مادتكم، وحده اولى ووحده ثالثه، يا سلام. طيب هذا اول سكرين شوت خفيف لطيف في الماده عنا باذن الله تعالى. ركزوا معي. انا مشكلتي بهذا الدرس انك انت كطالب بتتعامل اه معاه بطريقة ممكن نوعا ما شوي اه تخربطك فقبل ما ابلش بالدرس تعالوا انا وياكم ناقش الاكسبريشنز او الـ keywords كلمات المفتاحية اللي دائما جملة المستقبل حتلاقي فيها مفتاح حل يعني زي ما في الماضي دلائل دائما موجودة في المستقبل في دائما دلائل موجودة يعني صفت مشكلتك في الانجليزي في الجملة اللي ما بيكون فيها دليل بالزمن المضارع يعني بما معنى انا لما اجي اقول لك تمورو فدغري انت كطالب حتقول لي تمورو يعني هذا شيء بده يصير غدا يعني هذا الشيء لسه ما صار حلو هسه كثير طلاب يعتقد كلمه تمورو هي بتحدد اذا انه سمبل فيوتشر او فيوتشر بيرفكت او في فيوتشر وهذا الحكي خاطئ بدنا نطلعه من راسنا تمام هاي دلائل بتاكد هذا الاشي بده يصير غدا تمام تعالوا على كلمه مثلا سون سون معناها شيء سيحدث قريبا مثلا انا بدي انزل لي البوم اغاني جديد في الاسواق سون قريبا متى ما راح اقول لكم ولكنه سون انا مش راح انزل اغاني بس انا بقول لك سون ما بعرفش اغني ديروا بالكم برسم اوكي اما غناء هاي المرحله ما وصلت انا تمام هسا كثير طلاب بيلاقي زي كلمه اسمها هذاس مع انه كثير طلاب درس انه ذس زائد زمن هي في المضارع في ماده تكل المستقبل يعني اذا ذس اجمعها تايم اجمعها زمن زي قلت لكم مثلا ذس يير هذه السنه هذه السنه اها اذا هذا دليل يدل انه الاشي لسه ما صار طب استاذ احنا درسنا في مدارسنا وفي تفاصيل معينه انه هذا ممكن نستخدمه في المضارع طلع لي من راسك يعني افهم لي هاي الدلائل بعطيك اياها لاشياء لسه ما صارت كويس انا ممكن اقول لك نيكست ويك الاسبوع القادم كثير طلاب بدرس مبدا اذا كان مستقبل قريب ومستقبل بعيد وبوتر حاله على الفاضي يعني انا بديك اليوم تاخذ الامور ببساطه احنا اليوم زمنا اسمه مستقبل بسيط فخليها الامور بسيطه اتعقدها. خليها خفيفه هيك رايقه زي ما بيحكوا فنكست اذا اجى معها زمن يدل انه هذا الشيء لساته ما صار يعني كل هاي الدلائل اللي انا بشتغل عليها تؤكد ان الحدث ما صارش او ولم يحدث بعد لم يحدث بعد يعني هذا الشيء بده يصير بده يصير ممكن يصير وممكن ما يصير تمام ان اه هاي ان خطيره انا ممكن اجي اقول لك ان ان اور ان ان اور خلال ساعه ان ان اور على سبيل المثال وكثير طلاب يعتقد ان ان اور يعني هاي ساعه مثلا راحت لا ان ان اور يعني خلال ساعه ممكن اجي اقول لك ان اويك هذا الاشي خلال اسبوع فهنا ان بصير معناها خلال ساعه خلال اسبوع غير لما اقول لك ان 1999 عام 1999 تختلف جميل اذا ان المهم ما يكون معها زمن ماضي المهم يكون معها زمن بس مش ماضي زمن مش ماضي هسه بيجي طالب يقول لي كيف يعني مش ماضي يعني ما اقول لكش مثلا على سبيل المثال ان 20 22 على سبيل المثال هذا ماضي هذا واضح انه بسنه ال 22 يعني هذا شيء انتهى اه خلص فهمنا أستاذ شكرا تمام تمام تشكرات افندم كويس تعالوا على الباي استاذ بس هيك انا بدي اشتكي على اللغه الانجليزيه بدي اروح على المحكمه واشتكي على اللغه الانجليزيه ليش يا استاذ طول بالك شو في استاذ مش هاي الباي احنا درسنا في ازمنه الماضي اذا لقينا باي زائد شيء اسمه فيرب 2 فكنا نروح على الجهه التانية نطبق شيء اسمه هاد ونطبق قواعد السمبل باست بقول لك صح والله انك دارس المادي ما شاء الله عليك هي قطاعه اه بس الباي اللي معانا اليوم غير ايوه الباي اللي معانا اليوم راح يجي معاها شيء اسمه الفيرب 1 كيف يعني؟ يعني ممكن اجي اقول لك باي ذا تايم اي ارايف باي ذا تايم اي ارايف بالوقت اللي راح اوصل اه يعني باي معاها فيرب يعني يؤكد انه هذا الاشي لسه ما صار غير الباي اللي اخذنا معها فيرب 2 اه يعني باي موجوده هناك موجوده هون فبدك تنتبه من التصريف اذا باي ما بتحدد الزمن هنا هو اللي بيحدد زمن الفعل والله ما نعرف عن هاي المعلومه استاذ منيح انك قلت لنا عنها لما اجي اقول لك مثلا باي ذا تايم اي جيت اولدر بالوقت اللي انا بسير كبير اذا انا لسه ما صرت كبير بس اكبر اه حلو تعالوا علي بعدها وين لا استاذ هيك كثير انا بدي اشتكي على اللغه الانجليزيه في المحكمه وبدي احبسها ليش لانه وين اخذناها قبل هيك بقول لك اه والله كلامك صح استاذ مش انت درستني انه لما بتلاقي وينه معاها فيرب 2 على الجهه الثانيه بشتغل يا باس كونتينوس يا باس بقول لك والله انك دارس المد والله انك سفاح ما شاء الله عليك يعني طالب مبدع طب شو بدك منه استاذ كل شيء بتخربط فينا انت لا, لا. ايوه او على مبدا كل ما افهم الدنيا بيجيني ابديت جديد لا لا مش هيك القصه تبع معي وين اللي انا بحكي عنها راح تلاقي معاها نفس الشيء ايش اسمه فيرب 1 كيف يعني استاذ ممكن اعطيك عباره اقول لك وين يعني شفتوا انا لسه ما بلشت بالزمن بس بحل مشكله الدلائل بس انا مشكلتي هسه الدلائل لانه المستقبل دائما فيه دليل فبخاف الطالب يعتقد انه دليل ماضي هو دليل مستقبل زي لما اجي اقول لك اي وين اي جيت اولد عندما اكبر ها ما استخدمت جوت شو استخدمت جيت طب هي جيت شو نوعها فيرب اذا هذا الشيء لسه ما صار أيوة هاي الدلائل اللي انتو بس تشوفوها هي بتأكد انه الزمن فيوتشر بس فيوتشر شو ممنوع جد استاذ انا بعرف انه هاي الدلائل بس اشوفها بستخدم مثلا ويل زائد فيرب 1 بس اشوف هاي الدلائل بستخدم بي جوينج تو لا هذا الحكي انسالية عشان هيك يا حرام انتو مش فاهمين هذا الزمن او بعد ما تخلص من هذا الزمن بتعاني فيه هاي اول قصة احنا بدنا نحكي عنها طيب استاذ احنا شو بنستفيد لما يجينا في الدوائر احنا يجينا بالدوائر ايش اسمه دلائل المستقبل لما بيجيك دلائل المستقبل اول خطوه بتسويها بالخيرات نحذف افعال المضارع يعني وين ما بتلاقي جماعه مثلا الفيرب 1 والجماعه هذول بتستبعدهم اثنين نحذف افعال الماضي يعني جماعه الفيرب 2 هذول الجماعه بنستبعدهم طب استاذ ما عندنا جمله احنا بربط مثلا المضارع يعني هنا مضارع مثلا وهنا بدي انا احل المستقبل لا احنا شغلنا كله مستقبل كله مستقبل اذا هذا الاشي هيك اخذ السكرين شوت له عشان انت كطالب بتغير مفهومك عن ازمنه المستقبل يعني بدي الدرس اليوم يطلع خفيف لطيف اموره حلوه رايقه اخذنا سكرين شوتاتنا يا سلام يا سلام طيب نيجي على القاعده الموجوده معنا يا جماعه الخير هاي يعني الصفحة ليش جاي هون؟ أنا بدري ايش. أنا عشان أقدر أفهمكم القاعدة أو لأ دقيقة مش هون. بدنا نكتبها مع بعض، يعني إحنا لما نيجي نحكي على قواعد الوحدة الأولى، إذا لاحظت الوحدة الأولى مليانة قواعد. تمام، خلصنا المضارع، خلصنا الماضي، إجينا بدنا نفوت بالوحدة الأولى على أزمنة الفيوتشر، هو قال لي أنت معك زمن اسمه الفيوتشر سيمبل أو السيمبل فيوتشر، يعني اليوم قاعدتنا بتحكي عن المستقبل البسيط هذا المستقبل البسيط يا جماعة الخير هي خلينا نرتب الرسمه نجيب هاي هون ايوه يعطيها الف عافيه هذا الزمن راح نقسمه لقسمين تمام يعني هاي القاعده بيجي منها كم فعل يا جماعة الخير فعلين الفعل الاول احنا بس نتعرف على شكله هسه بقول لك متى بتختاره انت لازم تعرف انه بالانجليزي اول فعل للمستقبل في اللغه الانجليزيه شيء اسمه ويل شو اسمه ول، وهذا الول اللي مسخمت بيجي بعده تصريف اول طب شو معنى ول بالعربي معناها سوف كويس اذا اول فعل مستقبل احنا بنستخدمه ول، طب استاذ هل المعلومه بنعرفها تمام ممكن في حدا ما بيعرفها انسوا هاي طب متى بستخدمها حاب حبه يطول بالك علي شوي هسه راح افهمك المعادله كامل يعني هذا الزمن الوحيد اللي عشان نستوعبه بدنا امثله بدنا امثله بظبطش دلالات يعني مش زي الماضي كنا نحط دلالات مش في المضارع نحط دلالات هون ممكن احنا الدلالات ما تساعدناش هي بس تقول لك شيء بده يصير بكره طب شو بده يصير بكره اه بدنا نشوف شو اللي بده يصير ايوه بتختلف في فعل اخر لازم انت تكون عارفه بالانجليزي اسمه بي جوينج تو بلس الفيرب 1 وانا لما اقول لك بي جوينج تو ما راح نستخدم هاي قطعه البي راح نستخدم منها جماعه اللي هي از وام وار وبعدين بنكمل هذا الجزء طيب شو معنى بي جوينج تو استاذ كمان معناها سوف ايوه فبيجي الطالب اول إشي بخطر على استاذ طب ما هاي معناها سوف وهاي معناها سوف انا كيف بدي اميز سؤال منطقي اجى الطالب انا كيف بدي اميز بيناتهم وانا يا استاذ انجليزياتي صعبه وبعرف شترجم ومش عارف شو بدي اسوي بقول له الموضوع جدا بسيط موضوع جدا بسيط شوف باللغه العربيه لما تروح عند دكتور محمد محروس تسالوه عن اللغه العربيه افعال المستقبل او خلينا نحكي اللي يدل على المستقبل باللغه العربيه اللي هو سين وسوف سأقتلن فلان بدناش نقتل حدا بس هو سين هاي اه سأقتلن فلان صح؟ او سألعب كرة القدم اذا هو ما لعبش يلعب كرة القدم او سوف اخرج اه سوف هو بيهدد بالخروج كويس بالعربي سين وسوف هدول هم المستقبل بس احنا جماعة اللغة الكفار واللغة الاجنبية بدنا نغير الوضع يا عمي احنا موضوع غير احنا الطريقة شوي مختلفة كويس شو بدك مني يا استاذ اذا انت بتحكي عن اشي اسمه اكسبكت توقع وهذا التوقع يا جماعة الخير غير مبني على ايفيدنس يعني مش مبني على دلائل يعني نسميه من, من يوم طالع هذا التوقع without ايفيدنس اه بلش الاستاذ يحكي معانا انجليزي ودخل في المجال اللي ملناش دخل فيه جد سهل سهل طول بالك without evidence يعني هذا الاشي اللي انا بتوقعه او بدي يصير بكره او السنه الجاي او قريبا في الاسواق ايوه without evidence بدون دليل شو قصدك استاذ بدون دليل يعني هذا الشيء مثلا خلينا نحكي غير مخطط له كيف يعني غير مخطط له يعني ما اعطيتك دلائل معينه انه هذا الاشي مترتب لإله استاذ والله هاي هيك مش فاهمها يعني فهمني اياها هسه فهمك اياها بس انا بس بدي هاي اذا هاي استوعبتوها واللي بدك تكتبها تحتها هسه راح تلاقوا الدرس سريع بجنن ما بغلب طيب يعني استاذ هسه بنفهمها كمان شوي اه حناكل سوشي بالجو اه انتوا صرتوا تغنوا معي لا أحد حدش يغني معي يا جماعه بالله عليكم اي حدا نكد ما فيه بالزوم ديروا بالكم احنا جايين ننبسط جايين ناخذ إنجليزي ونغير جو فانت تقعد تغني معي انا بغني حالي ما تغنيش معي ايوه طيب اذا اذا كانت التوقعات او الاشي اللي بحكي عنه without evidence راح نطبق هذا الفعل مع انه والله العظيم باللغه الانجليزيه الفرق او الاختلاف بين هذا الفعل وهذا الفعل شيء نسبي يعني فعليا فيش فيهم اختلافات يعني استاذ اثنين بزبطوا اه طيب وسوش شو الحل فمن نلتزم بافكار الكتاب يعني انا اللي بشرحه هذا انجليزي ميد ان جوردن كمان مره عيدوها وراي انجليزي شو ماله ميد ان جوردن صنع في الاردن يعني هذا الاشي لو انت تاخذه وتروح فيه على الجامعه وتقدم انجليزي حيقولوا لك انت انضحك عليك وانا هيني بقول لك انضحك عليك طب صدق انت بتضحك علي وقاعد تشرح يش... لا انا بدي اشرح لك المطلوب منك بس طب صدق انه لو افرض مثلا يعني اني مثلا كذا كده... انساني من هاي الشغلات بكل اسئله الوزاره من ايام الخشبه من حرب ال 48 من 67 للان هم بيتعاملوا مع الدرس بالطريقه اللي انا بتعامل معها بس اه طب حلو كويس استاذ هيك انا بحب اطمنكم من باب انه طمنهم ماشي اما هذا الفعل اذا انا بدي اختاره يلا نفس اللي فوق اذا كان التوقع ايش اللون اللي استخدمته هون اسود اذا الاشي اللي بحكي عنه بكره بيصير، يعني اذا كان التوقع او الاشي اللي لسه ما صار في المستقبل بس كان مبني على ايفيدنس استاذ بعدين في كلمه ايفيدنس without evidence يعني دليل وبدون دليل اذا هذا الاشي مبني على دليل هون بديك تفهم شو يعني دليل من يوم وطالع مش دليل اني استخدم كلمة تومورو وتونايت لا 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 هذاك انساه خلصنا منه قبل شوي هذاك لكل المستقبل مشترك اه اذا كانت الجملة بمعنى بلانز شو معنى بلانز يعني خطط والله انا مخطط ادرس توجيهي وبعدين ادرس طب واطلع على امريكا بغض النظر هذا الاشي يصير او ما يصير بس انت مخطط له مخطط دراسي والله انا مخطط بس انجح توجيهي بالدعم الحفلة شايفين جارتنا هاي اللي فوق بديش اعزمها ولا لاقهرها مثلا مثلا على سبيل المثال هو مخطط انه يعمل حفله طب بركي ما نجحش طب بركي نجح ان شاء الله كلنا بننجح بس هو مخطط له ايوه حلو كويس او انا ممكن حسب الكتاب تاعك بحكي عن اشي اسمه الوذر خرائط الطقس والله يا استاذ الجو اليوم قلب وحاسس انه فيها مطر بناء على الغيوم في مطر بس مش بالضروره تمطر حتى لو كانت الغيمه سوداء ممكن ما ينزل المطر ممكن هاي الغيمه السوداء عامله تمويه بتموه عليه لان كثير بسمع الطالب اذا كانت الغيمه سوداء فالشيء مؤكد واذا كانت الغيمه بيضاء يعني مش مؤكد يا سلام وانت باقي محمد الشاكر <applause> يعني انا عم بحاول قدر الامكان يا جماعه الخير اغير لكم الفكر اللي أنتوا فيه لانه انا متاكد سمعته من قبل في صفوف سابقه عن هذا الزمن هذا الزمن لطيف هذا الزمن كيوت حرام تغلب حالك فيه يعني يعني درسنا اليوم استاذ انت اللي بدك توصل لي اياه اه شو بدك توصل لي يا استاذ انه انا راح اتعامل مع شيء اسمه ويل بلس فيربون اذا كان التوقع مبني على عدم وجود مخططات ودلائل ايوه طيب يعني استاذ انت قصدك انا راح استخدم فعل اسمه البي جوينج تو اذا كان التوقع مبني على ايفيدنس مع دليل بس قبل ما اكمل واروح ابلش انت كطالب لو ممكن الفعل اللي فوق يطلبه منك منفي يعني هنا ول إذا بده ينفيها نفي حيستخدم شيء اسمه منت يعني دير بالك في فعل بيجي منه مثبت بيجي من منفي طب أستاذ حالة السؤال معانا لا أعطيني امتحان وزاري على كل الأزمنة أجا جملة سؤال ما في أوكي بالكتاب في جملة سؤال بس حسب الامتحان الوزاري هم عاملين السؤال لدرس آخر في المادة بس ومع ذلك نفترض بده يكون سؤال وطالبنا خايف وخفان عقله بتبلش بالول بعدين الفاعل بعدين الفيرب يعني انا بس بعطيك اشكال الجمله مثبت من في سؤال مثبت اه نفي وسؤال راح يجي طالب يقول لي طب استاذ مين بيحدد موضوع المثبت ومن في السؤال السؤال نفسه طيب خلصنا هذا الجزء اللي فوق طب والجزء تحت استاذ بركي بده ينفي هنا يلا هنا كل المطلوب منك از بتصير ازنت لو بده فيها ام بتصير ام نوت وار بتصير ارنت وبتكمل قطعة اللي هي going to هاي اها زائد الفيرب هذا لو بده اياها منفي اوكي هذا لو بده ايش منفي اذا هاي جملة مثبت هاي جملة منفي طب استاذ بركن بده سؤال مع انه ما في سؤال بس هيني ها انا استاذ محمد مش راح اقصر معك راح اقول لك على راسي ما في مشكلة بدل ما يبلش بالفعل بس خلينا نظبط هاي بدل ما يبلش بالفعل راح يبلش بإز وآم وآر بعدين الفاعل بعدين قطعة اسمها going to بعدين الفيرب يعني مش قصة مش موضوع هاي حالة ايش السؤال اذا في عندنا مثبت لهذا الفعل وفي نفي وفي سؤال بس مش ولا موضوع يعني خذوا لي سكرين شوت لهذا المخطط هذا هو مخططنا اللي احنا بدنا اياه يا جماعة الخير تمام تمام يعني الامور حلوه، هسه بيجي طالب بعد كل اللي انا اشتغلت بقول لك استاذ والله حاسس حالي لسه ما فهمتش شيء. بقول له أنت من الطلاب اللي بتحب تفهم على الأمثلة، طول بالك شوي. <applause> يعني طول بالك علينا نجف، أنت بتحب تفهم الأمثلة، أنت أعطيني مثال وأنا بحله أه، على نفس هذا النهج. يلا. أخذنا سكرين شوتاتنا، ماشي. أنا صراحة حط لكم مجموعة من الجمل من عندي، تعالوا نفهم شو يعني مخطط له، مش مخطط له. وبعدين بنروح بنحل من دوائر بتلاقي الدوائر سهل مثلاً أنا أعطيتك هذا كتابي، نمط خدابي يعني هذا نمط قديم. لما اقول لك نمط قديم الهدف نفهم انه احنا فاهمين ولا مش فاهمين، كويس. Cool. لو اجيت على الجمله الاولى وانا بقرا قال لي اي ثينك ايوه بدي اكتب لكم مجموعه كلمات ممكن الوزاره تستخدمها اذا شفتها هاي اي ثينك لما تشوفها بدايه الكلام ومجموعه هاي الكلمات بأكد لك هذا الاشي لسه ما صار، شو معنى اي ثينك؟ انا اعتقد. انت تعتقد يعني هذا الاشي ما صارش، فانا بجي أقول لك انا لا اعتقد، انت بتقول لي انا اعتقد وانا بقول لك لا اعتقد. يعني هذا الشيء لسه ما صار. يعني من الشغلات اللي انا بحب اقولها للطلاب، إذا لقيتوا مجموعة هدول الأفعال، هي بدي أحط لك إياهم هون على جنب. زي واحد بيقول لك آي ثينك، أنا أعتقد، أنا أفكر. أها. زي واحد يقول لك ميبي ربما. ممكن واحد يقول لك مثلاً بروبابلي بالأغلب أو يقول لك مثلاً على سبيل المثال بيرهابس يس وبرهابس نو بيرهابس هاي اذا شفتوها برهب سعيد اللمبي برهبسياس سياس يس سنو سي نو يعني يا اه يا لا حلو هاي الكلمات بس تشوفوها هاي بتاكد انه هذا الاشي لسه ما صار يعني انا اعتقد وانا افكر واحتمال وأك... من مبدا الاحتمال من مبدا ايش الاحتمال طيب نرجع لجملتنا هسه بنرجع ناخذ سكرين شوت لما واحد بيقول لك اي ثينك اي تو ذا بارتي جو انا اعتقد اني ذاهب الى الحفله وين الدليل الذي يدل انه رايح الحفله يعني معناه وين في بالجملة إشي مخطط له بأنه رايح على حفلة كيف يعني مخطط يعني وين مثلا التوقيت الساعة السكيدجول الكذا ما فيش أي إشي مخطط له لا دراسيا ولا حفلة ولا طلعة ولا طقس ولا إشي هذا بيسموه من يوم طالع يلا توقع شخصي شو يعني توقع شخصي يعني أنت بتتوقع من راسك أنا أعتقد أني ذاهب إلى الحفلة ما زال هذا الإشي مش من ضمن الدلائل والخطط وخرائط الطقس والشغلات اللي انا حكيتها قبل شوي اللي بدنا نفهمها هسه اه مباشره ويل مباشره حتلاقي بالخيارات في ويل يعني وين حتقول لي يلا اي ثينك اي ويل انا اعتقد اني سوف جو تو ذا بارتي اني رايح على الحفله بيجي طالب بيقول لي استاذ طب هو مخطط الذهاب للحفله حلو وين كلمه انه مخطط رايح الحفله؟ وين انه في جدول او سكجول او موعد او كاليندر او تقويم انه رايح الحفله؟ ما في اه حلو يعني من يوم طالع اذا التوقع كان مبني على شيء مني انا بتوقع هيك ول اما انا والله مخطط للشيء وكيف مخطط للشيء هسه بنستوعب يعني حبه حبه بنفهم شو القصه تعال نجرب كمان واحد ميبي ربما يعني مش اكيد يعني احتمال يعني هذا الاشي لسه ما صار طيب بس نشوف شو اللي بده اياه هي يعني هيز فريند تو نوت سي هو احتمال ما يشوف صديقه هذه الليله وين هنا في مخطط دراسه عامل جدول دراسي طالع رحله مسافر السنه الجايه يعني ما فيش ما فيش مش حاسس انه في اي شيء مخطط له غير انه طالع اشوف فلان او مش طالع اشوفه اه يعني هنا ميبي وهي الجمله بمعنى انه توقع شخصي يعني توقع مبني على عدم وجود دليل طب استاذ وين حد دليل اللي الدليل اللي هلكتنا فيه هسا بنشوف الدليل حب بحب فهون مباشره تستخدم ول وبما انه طلبها نوت راح يقول يلا ميبي ربما هي وونت هو لن اه want اختصار لو will not و هاي بتضلها زي ما هي يلا maybe he won't see لربما ان لا يرى صديقه tonight الليله يعني ممكن يشوفه ممكن لا انا قاعد بتوقع توقعات عاديه توقعات عاديه جدا زي واحد يكون قاعد مثلا مثلا هات بس بدنا نحاول ادناش نبلش في العالم والناس بيجي الطالب يقول لك والله انا بتوقع اخر السنه يعني يجينا امتحان انجليزي يا بيّة لانها اخر سنة خذوا خذوا التوقعات هاي خذوا خذوا كيف طلابنا شو بكونوا قاعدين في الدار بسووا عشان تفهم شو يعني مخطط وغير مخطط ولانه اخر سنه الاشياء اللي ما سالوا عنها في الكتاب راح يسالوا خذ لك خذ لك كيف بحبط حاله بطريقه بتخوف هاي كلها توقعات من عندك هاي ول هاي ول هاي ضعيف هاي توقعات ضعيف يعني معناه من دون تخطيط من دون اي مخططات لا قعدت مع وزاره التربيه والتعليم ولا شاورتهم ولا شاوروك ولا قال بدنا نعمل ولا في اي شيء مخطط له هاي هي الول اللي في مدتنا هاي هي الول اللي في مدتنا طبعا في شروحات للول اقوى من هيك في مواد غير مادتكم في كتابكم هذا المطلوب منكم عند 2008 يعني شرح اخر يعني لا تحضروا شرح المستقبل 2008 لما اشرح الوحده الثانيه اوعوا تقربوا عليه انت اللي معاكم خفيف لطيف لذيذ رايق زي ما بيحكوا تمام تمام لانه يعني كثير بلاقي الطلاب 2007 قاعدين بحلوا ب 2008 ليش 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 انت بتجيب البهدله لحالك ليش رايح تبهدل حالك تعال وخليك هون استاذ عشان اصير قوي يا عمي مش وقتك بعدين اقوى اقوى في المد براحتك اه دير بالك كويس لأنه هناك عندهم وظائف وانت عندك وظائف شو موديك هناك مش لانها مادة صعبة انسى عندهم وظائف وانت عندك وظائف تمام نجرب بالله كمان وحدي. واحد واحد بيقول لي اي ثينك انا اعتقد ايوه شو اللي شو اللي خاطر في بالك ذات بيبل ان الناس ايوه مالهم الناس ترافل راح يسافروا على مارس على المريخ مارس هنا مش شوكولاته ما مارس هنا. هي اوكي شوكولاته مارس بس مارس ما انا هل. المريخ اه تمام ان 27 والله الناس مسافرين على المريخ ب 2070 طب من وين جبت هذا الشيء بقول لك انا اعتقد انا بتوقع يعني من راس التوقع اه خلاص بس بينت هي ما بدها بي جوينج تو هي بدها ويل راح اقول له اي ثينك ذات بيبل ويل ترافل الناس ستسافر تو مارس الى المريخ هي نزلنا فيرب 1 ان 2070 ما قد يقول لك العلماء يخططون بإرسال طائرات فضائية إلى المريخ في 2070 ما فيش أي شيء مخطط له أيوة بلشنا نفهم شو يعني توقعات عادية توقعات مبنية من راسك و... وضلك تتوقع من هون لعشرين سنة حسنا بيجي طالب هون بيجي هيك شوية رأس مربع بقول لك أستاذ يعني أنا لو جربت بيجوينتو بتزبط يا أخي ضابطة معك بس مش ضابطة معنا بالوظيفة يعني جوا مخك هي انت مظبطها انت مش أست... انت زي كانك جايب قطعتين اواعي وحدة لونها آآ... نيلي مع لون ايش في الوان ثانيه ممكن ما تظبطش معاه مثلا مع بني مثلا بتنجان ما بتظبطش <applause> يعني انت مخربط الامور انت فاهم كيف تمام خلاص اتفقنا مستر شوف لي اللي بعده نيكست السنه الجاي نيكست يير بتاكد لك انه شيء ما صار طيب شو اخطار فعل هي ما بتحدد هي بتاكد لك انه هاي الجمله زمنها مستقبل بس طب اي مستقبل ما بعرف كمل أي medicine in the university study. ايوه السنه الجاي بدي ادرس الطب في الجامعه، انت لما بدك تروح تدرس طب في الجامعه اكيد في عندك توجيهي وبدك تدرس وعمل خطه وجدول دراسي وفي معدل بعدين جامعه بعدين كذا بعدين كذا، هاي عمليه فيها اه فيها ايفيدنس، اذا ما قال لي انا اعتقد اني راح ادرس الطب زي واحد مثلا بدرس بقول لك بس انا اعتقد اني الاول على المملكه، يا اخي اعتقد احنا مالنا ومالك تمام وصلت كويس اذا هنا واضح انه هاي من ضمن الخطط الدراسيه اذا هنا في خطط شيء اسمها دراسيه طبعا الموضوع في الدوائر اسهل من هيك لا تخافوا يعني انا بصعب عليكم الامور بس والله حتلاقوا الامور سهله لا تخافوا انا ما بحب اضل اعطي سهل 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 حتلاقوا الامور هسه جدا لطيف، ماشي اذا هاي من ضمن التوقعات ما تستخدم لي ويل هذا تخطيط دراسي راح اجي اقول له اي ام بعدين بيجيب لي قطعه اسمها جوينج تو اها بعدين يا استاذ بتجيب لي ستدي بتنزلها ام جوين تو ستدي سوف اقوم بدراسه الطب في الجامعه السنه الجاي هذا مخطط له هسا هاي دراسة الجامعة مش انه والله انا خلص ادرس في الجامعة هاي بدها دراسة وبدها جداول وبدها معدلات وبدها قصص يعني هي مش عملية هيك زي واحد بيقول لك الناس طالع على المريخ الناس الوزارة راح تعمل كذا يعني في توقع مبني من راسك وفي توقع مبني على خطط بلان شوف لي اللي بعدها سون قريبا هسه كثير طلاب بقول لك زمن مستقبل قريب وبعيد اشي ما صار طب شو استخدم ما بتحدد هي بس بتقول لك انه هاي الجمله نوعها مستقبل ماشي ماي فاميلي Italy وفيزت عيلتي بدها تزور ايطاليا اه يعني واضح انه عيلتي بدها تزور ايطاليا هو عيلتي بدها تزور ايطاليا هو توقع من راسي ولا بكونوا بيحجزوا تاكيتات وتذاكر والجماعه طالعين وجايين وكذا وزي هيك فالموضوع مش ول هو مش ول اني انا اعتقد انت لا تعتقد هو العيله ايوه از طبعا كلكم بتعرف انه ماي فاميلي مفرد طب استاذ احنا سمعنا عن جيل 2008 فاميلي مره مفرد مره جمع تمام انت شو موديك هناك؟ انا اسف استاذ ايوه ارجع لي هون مادتك فاميلي مفرد اتواجه ايش راسنا يلا ماي فاميلي از كمل يلا از جوينج تو عائلتي سوف يعني مخططه تو فيزيت أنت تزور ايطالي العيله مخططه تطلع تزور ايطاليا اذا هاي عباره عن خطط زي عطله او انت هيك اجازه سعيده طالعها هاي من ضمن البلانز اذا من يوم طالع البلانز الخطط بتكون خطط دراسيه خطط رحله خطط كذا اها يعني هاي فيها ايفيدنس فيها دليل يعني ما بصير تتوقع هيك من راسك انت تكون قاعد تقول للناس والله انا عيلتي مسافره على ايطاليا والعيله ما طلعتش عند الدكان عند ابو احمد من 15 سنه مثلا مش مش منطقي يعني اه سيبك من طيب تعالوا على بعد لوك اه هذا فعل امر طيب هسا انا لما بامرك ركز معي لما اجي اقول لك مثلا هسه فعل امر، اوبن ذا دور خلص روح افتح الباب، كلوز ذا ويندو، سكر الباب، هذا فعل امر شيء يحدث الان، يعني قواعد البريزنت كونتينوس، غير لما اجي اقول لك لوك ات ذا سكاي انظر الى السماء، يعني اليوم تطلع على السماء، والله شكلها بدها تمطر، اه اذا انت هي هو ما نزل المطر، اذا عم بتقول لي شكلها راح تمطر، يعني فعل الامر ممكن يودي للمستقبل، تعالوا نشوف يعني لوك فعل امر اه بس ما بيحدد كمل، الترين سوف تمطر آه فيها مطر فيها كذا إذا هنا هذا إشي يا جماعة الخير من ضمن خرائط الطقس يعني بحكي عن الوذر بحكي عن الوذر شو أنا وذر خرائط الطقس أكيد يعني فيها توقعات وكذا وزي هيك مش والله أنا أعتقد أنها سوف تمطر طيب لو بده يستخدم ويل كان بالبداية شو حط لك I think أنا أعتقد آه فهمتوا كيف يعني يوم طالع إذا هو بده يجبرك على الويل حتلاقيه بيستخدم كلمة think مايبي ربما اعتقد مش اعتقد اللي يعني فاهمك انه هذا الموضوع مش مخطط له ماشي بس هون طلع هو معطيك تورين ومعطيك فعل جو يعني هو بده اياك تستخدم قاعده بي جوينج تو يلا ات كاسم مفرد راح اقول له از طيب بعدين جوينج اتس جوينج وكيف اجبرك تحل هاي القاعده استخدم شيء اسمه تو رين يلا اتس جوينج تو رين لوك انظر سوف تمطر اذا انا امرتك تطلع على الجو تطلع على الوذر خرائط الطقس التوقعات هذا الاشي بعرف عليك وصعب لانه كتابي بس احنا ميزنا من يوم وطالع في توقع من راسك وفي توقع مخطط له طب عشان نفهم اللعبه صح 100% خذ لي سكرين شوتاتك اورجيك كيف الوزاره الموضوع اسهل من هيك يلا يعني اعطيناكم الليفل شوي الزنخ وتعالوا نيجي على الليفل اللطيف لان انا بطبعي بحب اشرح الكتابه والدوائر وانا يعني عارف انه امتحاناتكم دوائر بحبش طالب ياخذ بس اسئله سهله 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 سهله, سهلة. يلا تعالوا نشوف كيف نيجي هون آه وين الدوسية راحت؟ أوكي هي الدوسية ماشي اللي هي صفحة رقم 30 كويس حتلاحظ إني أول ما بلشت بهذا الشرح أعطيتكم هون الدلائل وهاي الدلائل كلها مشتركة بين قاعدتين تمام بين قاعدة اسمها الـ well وبين قاعدة اسمها الـ be going to شو الفرق بين القاعدتين؟ هاي بسموها without evidence بدون دليل وهاي with evidence مع دليل هسه حيجي طالب يسألني سؤال استاذ احنا الوظائف في الازمنه مطالبين فيها لا طب استاذ سمعت انهم مطالبين فيها تمام بدي اياك تجيب لي امتحان من الـ 2016 وزاري لليوم اذا اجى فيه سؤال وظائف الازمنه يقول لي عنه ايوه جماعه الخير برجع بقول لكم مش اللي بيصير مع 2008 يروح انتم يخف عقلكم هم عندهم وظائف انت ما عندك وظائف انت وظائفك بقواعد اخرى ولما اوصل قاعده فيها وظيفه راح اقول لك عنها انا انا راح انبهك عليها بس ما هو من الاخر انت لما تكون فاهم القاعده لما يسالك الولا ايش بنستخدمه؟ بيجي بتقول لي والله توك اباوت فيوتشر without ايفيدنس ما هي خلاص حافظ ما انت حافظ الوظيفه يعني لو انك خايف انا بفترض انك خايف وجاك هذا السؤال اه تمام طب استاذ متى بنستخدم البي جوينج تو كوظيفه؟ حتقول لي فيوتشر وذ ايفيدنس بس يعني بس هي طب استاذ لا طلبوا مني احفظ 26 وظيفه في المدرسه انت حر انا اللي بقول لك يا رد علي فيه وتستفيد طيب نيجي على الاسئله قدامكم الاسئله اللي قدامكم هي البس هون طلع هيك صافن انه بعدين بعدين في الطلاب اللي بردوش على الكلام انتم شايفينه كيف هذا البسبوس بالله خذوا لي صوره معاه هذا البسبوس هيك خذوا لنا معاه صوره يعني انا حاطط صور هاي في الدوسيه هيك يعني شخصياتي كويسه فخذوا لنا صوره معاه زي هيك ومنشنونا فيها والبس زعلان والبس مش زعلان المهم طيب بس والله انه هو بس لطيف بس معصب يعني طيب ركزوا معي هاي الجمله اللي قدامكم جمله وزاره خليني اقول لكم بالعدد اللي اجوا في امتحان الوزاره قبل ما احل هاي اجت في الوزاره وهاي اجت في الوزاره اها كويس واللي اجى في الوزاره كمان يا جماعه الخير اللي هي 11 اجت في الوزاره يعني شايفين كل هاي الصفحه الوزاره يمكن سالت عن هذا الدرس ثلاث اربع امثله فقط لا غير ثلاث اربع امثله فقط لا غير ما في غير على هاي اه طب بس بركن على دورنا بدنا ليش؟, ليش؟ ليش؟ ليش انت بتفترض ال... الإشي السيء دائما وبتخسر ال... دراسه المادي كامل، ليش؟ ما حد طلب منك، دائما انا عندي قاعده اللي بفكر بال... بال... بالمشاكل بتصير له مشاكل، واللي بضله متفائل بتمشي الامور، يعني تفائلوا بالخير تجدوا، يا سلام، تعالوا نشوف كيف. نقرا الجمله ونشوف شو القص بقول لي لوك آت ذا بلاك سكاي، انظر الى السماء السوداء. هسه بيجي طلب بيقول لي ما هي سماء سوداء، يعني المطر بده ينزل. فانا اعتقد انها سوف تمطر لا هنا ما في اعتقاد هنا بقول لك انظر الى السماء اذا انا اعطيتك ايفيدنس يعني انظر الى السماء واعطيتك فعل امر قلت لك انظر الى السماء وبحكي عن الوذر شو معنى وذر الطقس يعني واضح انه الجمله ما بتحكي عن ماضي تمام يعني اي فعل ماضي هنا بدك تشطب ودور على فعل ماضي فعل... اه والله هي هواز مع السلامه كويس وانا ما بقول لك انها تمطر ناو ما جبت لك سيره ناو يعني اي فعل مضارع قل له مع السلامه جوز هيها راحت اها وجو راحت لانه جو تعتبر تصريف اول وجوز تعتبر فيرب اس ضل عندك هاد اقرا لي بالله جملة تكشف الوزاره محسنها شو اعطتك هون تو رين سوف تمطر ضل ناقصك هون قطعه اسمها بي جوينج تو صح زائد الفيرب وان هي تكملتها يلا شو الاجابه طلعت معك بي ات از جوينج تو رين سوف تمطر هذا سؤال وزاره تفضل تفضل شو بده السؤال وين اللي انا شرحته هسه لساعة ساعه وترجمه ومش ترجم ودليل ومش دليل وبالاخير تفضل يعني تفضل طب تاني كمان واحده ماشي شوف لي ثلاثة ردت الوزارة عادتها بس بدل ما تجيب للسماء جابت الطائرة ضربة هاي اه ربا يعني بدل ما يجيب لك علي يجيب لك ليلى فهاي تيجي بضربة نوعا ما طيب بقول لك لوك ماشي على ايش بدنا ننظر يعني هذا فعل الأمر فعل الأمر ممكن أمرك اشي ناو ممكن أمرك الاشي بده يصير ماشي ذبلين الطائرة تو تيك اوف سوف تقلع الطائره طب صار فني في طائره بتقلع اعتقد ان الطائره ستقلع ما في لها جدول واي ساعه واي دقيقه فانا بقول لك انظر الطائره تقلع يعني بقول لك طلع الطائره اه يعني في ايفيدنس اذا مش عم بتوقع شيء من راسي انا يلا اذا هاي جمله مستقبل يلا اشطب لي افعال الماضي حتقول لي الواز والوير مع السلامه اشطب لي افعال المضارع حتقول لي جو مع السلامه لانها فيربول شو ضل عندكم يلا از جوينج تو تيك اوف غير هيك بلين هي مفرط طائره وبدنا قاعده البي جوينج تو اها وهو اوريدي استخدم تو زائد فيرب عشان يمنعك من استخدام الويل عشان ما بدك تستخدم ويل فصارت اجابتي يلا دبلين از جوينج تو تيك اوف الطائره سوف تقلع الطائره سوف تقلع اذا غير اني والله اعتقد انا اعتقد لا ما في اعتقاد هاي هاي الطياره طالعه ورجعت الوزاره بسنه اخرى وعادت نفس القصه بس اللهم بدل ما يقول لك انظر الى السماء قال لك انظر الى الغيوم يا <applause> فالطلاب ايش بيقول لك انضربنا اه حلو حلو يعني درسنا اليوم حرام حرام شرعا اتبهجله حرام حرام يا جماعه بالله عليك استاذ انا بحب اتدرب يا عم اتدرب بس تخلص توجيه الله يسر امرك روح تدرب في الجامعه ليه بتغلب في حالك استاذ بحب المعلومات يا عمي ماشي بس خلص الماده روح اقرا معلومات فهمتوا كيف؟ تمام، كويس، نرجع لموضوعنا. لأنه خلص امتحانك دوائر وثابت. فالأمور ثابت، فالأمور ثابتة. بتعرف لو كتابي بقول لك آه والله الموضوع محرز، وأنا شرحنا كتابي قبل شوي، مش قصة، ماشي. لوك آت ذا يلا أنظر إلى الغيوم، يلا فعل أمر، وشو قال لك؟ انظر إلى الغيوم، يعني أعطانا إيفيدنس. شو من إيفيدنس؟ أعطانا دليل. أها، ترين سون، سوف تمطر قريبا، وأعطاك تو زائد فيرب يعني واضح أنها سوف تمطر ما أمطرت. يعني اي فعل ماضي هون اقول له مع السلامه واز مع السلامه بدون ما اعرف الواز شو قصتها والجو هون مع السلامه لانها فيرب 1 وويل اه طب بقى هي حط لي ولي يا استاذ هم مجتمعوا مع بعض طب هو ليش اعطاك تو زائد فيرب 1 عشان يمنعك تختار هاي يعني حتى لو انه الموضوع موضوع معنا هو نفسه بيساعدك ينطلق طلع كيف بيساعدك بس ومع ذلك بيصير انا اقول له انظر الى الغيوم واعتقد انها سوف تمطر انت ما بصير تقول لي اعتقد انا بعطيك دليل انه في غيوم انها لازم يكون في مطر، هسا ما امطرت مش هيئة ربنا، انا شو اعمل؟ اها اذا ما بستخدم ويل، يلا it is going to rain soon، سوف تمطر قريبا، يا سلام ها فهمتوا شو يعني ايفيدنس؟ فهمتوا شو يعني دليل؟ هذا الدليل اللي متبعيته الوزارة، طبعا في دلائل كثير وقصص كثير، احنا ما لنا فيها، ليش تغلب حالك فيها؟ حرام. طب استاذ اعطينا على الويل، يلا تعال نشوف، انت لحالك شوف لي شو القصة واحكي لي. لو اجينا على جملة رقم اثنين Are you a drink, my dear friend? Feel free as home. الطالب بيقول استاذ ما لقيتش دليل بقول له له يا استاذ يا باطل. هيو اجى بعد الفصل فعل. هذا فعل امر. اه بس دير بالك في ايفيدنس ولا فيش ايفيدنس؟ يعني معناه هل بحكي عن خطط دراسيه اقلاع طائره انظر الى الغيوم بدي ادرس بدي اسافر في من ضمن هاي القصص ولا لا؟ تعالوا نشوف. فعل امر بامرني اي يو ا درينك ماي dear فريند انا والله راح اعمل لك شيء تشربه يا صديقي في الفري از هوم خذ راحتك يعني اجاني ضيف بقول له خذ راحتك بروح اعمل لك شيء تشرب بالله عليك اني انا اروح اعمل شيء عصير في المطبخ لصديق لي اجا بدي اقعد اخطط له وسنقوم بوضع ثلاث معالق سكر في الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينتش ومن ثم تحريق المعلقة المعلقة حلوة جديدة المعلقة اها صار كل اللغات تضرب معي انا ايوه ومن ثم سأخرج من باب المطبخ الساعة السادسة وثلاث دقائق وأعطيه العصير يا سلام يا سلام سلم آه. يعني هاي واضح إنه الجملة ما فيها دليل حيجي طالب يقول له أستاذ بقول له نعم أنا بعرف أترجم طيب على راسي شو علمتك إذا جملة تدل إنه شيء بده يصير أشطب الماضي والمضارع عشان أورجيك إنه كمان الاستبعاد بيساعدك يعني لو ما عرفت المعنى عادي أمورك ماشية بس هذا الحكي بزبطش مع جماعة 2008 ديروا بالكم نيجي على الخيارات أستاذ لقيت ول خليها استاذ لقيت ود شو ماضي ويل بالانجليزي ود يعني ود للماضي بغض النظر لاي قاعده شو ماضي هاف هاد اذا هاي الهاد لقاعده الباست بيرفكت شو ماضي ميك ميد هاي ماضي يعني انت بس بتشطب في الماضي ايه طلع فعل المستقبل يعني وانت مش فاهم حلية بس انا استاذ محمد بحب طالب يكون فاهم شو بسوي مش بس خلاص بيختار الدوائر والسلام عليكم لا لازم تستوعب يلا I will make you a drink. أنا راح أعمل لك إشي تشربه يا صديقي. في الفريزر. إذا هذا مش مخطط دراسي ومخطط طيران ومخطط طقس مش داخل من ضمن البلانز إذا هنا يلا بدون تخطيط لا تحتاج إلى تخطيط مش من ضمن المخططات طب إذا بدكش تفهم قصة بدون تخطيط استبعد إذا أنت بدكش تتعب حالك في المادة استبعد بس أنا بنصحك أنك تتعب حالك في المادة وتحاول دائما الترجمة بترتاح بالشغل نجرب كمان وحدة طبعا هون خذوا لي سكرين شوتات كل أول جزء تمام دقيقة شوي شوفوا درس اليوم احلى خفيف لطيف رايق بغلبش ولا أحلى من هيك يلا خذوا السكرين شوتاتكم بعرفش إذا هيك مبينة معاكم دقيقة شوي عشان تبين معكم الكتابة يا سلام حلو 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 شوف لي اللي بعدها وانت لحالك احكم يلا نقرأ الجملة مع بعض أسرة مع بعضينا طب أستاذ أعطيني واجبات مش واجبات حترك لك بس ركز معي ميبي ربما اه هاي كلمه ربما لحالها بتطلع موضوع المخططات طب ساد ممكن في الانجليزي يجيب لي كلمه مابي والجمله تكون تحكي عن مخطط اه وارد عمره بسووها لا طب بركي يا اخي ليش فهمت <applause> كيف انا بسوي زي طالب توجيهي قاعد انا بحاول افكر زيه انه في قاعد بفكر تمام بس خلينا نكمل ميبي اي يو ذا انفورميشن وين اي جيت ات تو والله ما فهمت المعنى طيب هسه انت فهمت انه مابي يعني هذا الشيء لسه ما صار احتمال يصير اذا دخل من ضمن زمن المستقبل ماشي على راسي وغير قال لك كلمة تونايت واضح انها مستقبل يلا انت كطالب ترجمتك شوي ضعيفة استبعد لي الملوش دخل مع بعض يلا عندنا سند هو تصريف اول مع السلامة باي باي وعندنا سنت لانك طالب شطور حافظ التصريفات مع السلامة باي باي وعندنا اي ام سندنج ما قال ليش انا ارسل المعلومات ناو ما فيش كلمة ناو في طالب لقى اي آه قال لك اي الله يعطيك العافية معلم صباح الخير انت من الطلاب اللي لازم اطلع معك انا اعمل مقابلة ولقاء صحفي لازم هيك أن نتقابل اتعرف على القدرات الخرافيه الموجوده عندك لانه كل ما بتشوف اي بتعطيها ام طب ليش؟ 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 تمام هاي شفت كيف هذا يعني ليش؟ ليش اي ام؟ لانه استاذ هيك ضابطه مع بعض لا يا صديقي ما بظبط، تمام اتفقنا أنا على الاستبعاد الاستبعاد ما ليش عندي غير حاط فانا راح اخذه واروح الحج اقول له الله شكرا لك يا حج لانك دعيتي لي كثير وفت لقيت الامتحان سهل جدا وانا بستبعد وبحل ومبسوط وبجيب علامات ونجحت ويلا بعملوا له حفله هو مش داري شو الطبخ وهيه جاوب فانت لا تعقد الامور حالك تمام بس ومع ذلك ميبي اي ويل سند يو سوف ارسل إليك المعلومات وين اي جيت ات تونايت اذا هنا انا اعتقد حسب توقعي اني ابعث لك المعلومات اذا انا ما بحكي عن طيران ولا بحكي عن طقس ولا بحكي عن دراسة بعد سنة ولا بحكي عن رحلة طالعها على أوروبا مش من ضمن البلانز يعني هذا واضح الإشي لا يحتاج أو من دون, من دون تخطيط هذا إشي أنا بتوقع إني بس توصلني المعلومات أبعت لك إياه ما في هنا بلانز عشان هيك معطيك هو ول عشان هيك شو معطيك ول ممكن يخطر عبال طالب بالطلاب هسه وقاعد بيحضر الحصة يقول لي طب أستاذ افرض الجملة لا تحتاج إلى تخطيط وبالخيارات ما لقيت ول ولقيته حاطين لي بيجا وينج 2 ما في غيرها يعني حاطين لي جماعه البيجا وينج 2 ومضطر اتعامل معاها سعيته هون الوزاره اجبرتك على فعل تختاره حسب رايها ايش اسمه الاجباري الوزاري يعني هنا انت لو صارت معك انت بتضطر تمشي مع الجو تاعه يعني وارد انه يصير هذا الحكي وهل يعتبر خطا لا لانه الفرق بين ويل وبيجا وينج نسبي وعشان هيك احنا مش قادرين نعطيكم قاعده ثابته لهذا الزمن عشان بتلاحظ ازمنه المستقبل في كل الكره الارضيه لها تريليون شرح ما لها بس شرح استاذ محمد ولا استاذ المدرسه ومليون شرح فالشرح السهل اعطيتك اياه انا طيب كمل معي نجرب كمان حبه راح اسيب لكم خمسه أنتوا تتسلوا فيها وراح اسيب لكم رقم ستة تتسلوا فيها وتعالوا على سبعة يلا مع بعض نشوف سبعة شو قصتها يو you, your كوفي watch اوت watch اوت يعني هنا فعل امر بقول لك انتبه دير بالك ها بقول لك انتبه دير بالك طب دير بالك من ايش؟ القهوه از جوينج تو سبيل ولا سبل ستق طبعا سبيل معناها انسكاب انها القهوه ستنسكب اها هل انت هون مخطط وبتقول له دير بالك لانه القهوه بدك توقعها حسب المخطط اللي احنا عاملينه؟ يعني هون في تخطيط في سقوط القهوه لا اذا هاي الجمله يا جماعه الخير بدون دليل بدون تخطيط بدون دليل وقوع القهوه هاي القهوه اللي بدها توقع بدون تخطيط غير مخطط له غير لما تيجي تقول لي استاذ بعد بساعتين انا مخطط اروح امسك فنجان القهوه فنجان القهوه واوقعه اه هنا بصير انت عندك تخطيط ومخطط لسقوط فنجان القهوه بيختلف عشان هيك ما استخدم البي جوينج تو هنا على سبيل المثال يا جماعه الخير تعالوا نشوف يلا مع بعض نيجي على الخيارات عندنا كلمه سبل فيرب 1 ان سبلت فيرب 2 طب استاذ انت على مبداك هاي لا تحتاج لها تخطيط ما في ول اللي انا حكيته قبل شوي والوزاره عطتني بي جوينج تو عادي بصير اه يعني في الانجليزي بيزبط اه طب مين اللي بيقرر الوزاره يعني بدي اوصل لزبده الموضوع الوزاره ولا مره في حياتها جمعت بين الول والبي جوينج تو ليش لانه الوزاره بتعرف انهم التنين بيزبطوا في بعض الحالات فممكن هم يوقعوا في مشكلة إنه يصير عندنا إن إجابتين صح وامتحاننا دوائر وإذا في إجابة صح وأصح فالإجابة للكل توزع فما استفدناش عشان هيك يا جماعة الخير هنا بزبط تحكي لي على هاي الجملة إنه انتبه القهوة بدها توقع هذا إشي بدون تخطيط وبقدر أستخدم بيه قويكتو راح يجي طالب يقول لي تخربطت هذا مش خربطة هذا إشي اسمه إجبار وزاري الوزاره بدها هذا الفعل هي حره خلص اتعامل معه يلا تصرف انت بالامتحان بظبطش تعيط وتجيب لك وتلطم او تجيب لك كتاب فاين وتمسح بزبطش بدك تتصرف يلا يو ما بقول له از جوينج تو سبيل يلا يو ار جوينج تو سبيل يور كوفي انت راح توقع القهوه دير بالك بس هو مش من ضمن مخططات بس هو زي ما تقول شغال على مبدا انه في ايفيدنس اني انا شايفك بدك توقعها طب انا شو عرفني في الامتحان اني انا شايفه وما فيش معي صوره انا هون فلان قاعد وحط القهوه على نص الطاوله واحتمال توقع عشان هيك في مشكله بهذا الدرس انه ما عندنا صور تيجينا في الامتحان عشان هيك ما تقولوا في ايش اسمه صح وايش اسمه اصح اه فيعني ما راح يصير هذا الحكي لا ان شاء الله تكون امورك ت... على فكره ولا هاي جمله كتاب هاي جمله الكتاب ولا مره جابتها جب... الوزاره طب لو جابتها هم حاطين هاي الاجابه في دليل المعلم طيب نيجي كمان حبه ناخذها ونشوف ليه رقم ثمانية. انا عم بحاول اخذ الشغلات هيك المحرز او تسعه تسعه سيبونا من ثمانيه تسعه ثمانيه خليها تسعة. I to be an actor when. لك تسعه اي تو بي ان اكتر وين بس بيجي الطالب يقول لك وين لعبة الصغيره هاي يا استاذ اوعى دير بالك هون ماضي وهنا ماضي تام هون, هون, هون ماضي هون ماضي مستمر الله يعطيك العافيه انت مبدئيا جبت العيد بس وين اي جرو اب عندما اكبر عندما اكبر اه يعني هاي الون اللي اجمعها فيرب 1 هذا دليل مستقبل لما تكبر مش قال لك وين اي جرو اب لما كبرت لما اكبر بس هي جمله مستقبل طب استاذ انا عشان ما يصير معي خربطه زي الجمله اللي هون شو بتسوي يلا شيل افعال الماضي شيل افعال مضارع خلي افعال المستقبل شوف الوزاره شو بدها حلو اي ام جوينج أجمعها تو اه هذا فعل مستقبل خلي اي جو هذا فيرب ون. مع السلامه اي واز جوينج ماضي I were going ماضي يلا هون حسب الخيارات اتاك ويل ولا اتاك بي جوينج تو بي جوينج تو خلص اذا هو بي جوينج تو طب هلا هي تابع للتخطيط طبعا واحد بقول لك I am هسه وانا اللي لك بدي اعمل معاه لقاء صحفي بقول له تعال يلا I am going to be سوف اصبح اكتر ممثل لما اكبر اذا جوا راسه هو مخطط انه لما يكبر يصير ممثل اه اذا تابع على التخطيط عشان هيك ظابطه معها بي جوينج تو راح يجي طالب يقول لي طب استاذ بركين انا اعتقد اني سوف اصبح ممثل يعني لو حطيت لك هنا كلمه اي ثينك قبلها تقدر تستخدم كلمه ويل well بدل بي جوينج تو اذا جماعه الخير هذا الدرس ليش الناس بتعقد فيه وبتغلب الطلاب فيه لانه في عندنا اجابتين في واحده صح وفي شيء اسمه اصح طيب شو نعمل استاذ يلا الجمله اللي بتكون من ضمن المخططات الدراسيه السفر الطقس المناخ بي جوينج تو جملة بتحكي عن جملة مستقبل ما فيها ايفيدنس طقس مناخ دراسة مش دراسة يعني توقعات شخصية من عنا ول هيك درسك بده الا اذا الوزارة اجبرتك هذا الشكل بس هاي هي الفكرة يا جماعة الخير يلا خذ سكرين شوتاتك هاي درسك خلص هاي هي الفكرة منه يعني لو تروح تمسك اسئلة الوزارة وتحل هذا المستقبل ما راح تلاقي امثلة غير اللي حليته ما في عشان هيك مش كثير الوزارة بتجيب عليه بتعتبره ريفيجن شو معنى ريفيجن مراجعة طيب اذا سبت لك ياهم واجب انا ما عندي مشكله فيه طب استاذ هل المره الجاي دغري راح نفوت على هذا الزمن لا هذا الزمن من قواعد الوحده الثالثه فانا راح اجي المره الجاي اشرح قطعه الانترنت اوف ثينجز لانه عندكم امتحانات شهريه فبدنا نخلص القطع ومعانيها ونكون انجزنا جزء كويس من القواعد عشان تتظبط في الامتحان يعني نوعا ما يعني ما تقصر في امتحان المدرسه وبعدين نرجع الحصه اللي بعد الاسبوع الجاي بنفوت على زمن اسمه الفيوتشر Future Perfect واللي Future ايش؟ Continuous وبننجز فيه بطريقة شو مالها كويسة بتمنى انها كانت حصة حلوة وفخمة ورائعة